دخن حشيش ايه بزعل اذا قلنا حشاش بزعل عليك مش علي اللي بيدخن حشيشه مريض حشاش ما انا كلمه غلط جربتها مره مود الضياع البلاده يمكن دخنت اكثر ما بتحمل دخن حشيش ايه حشيش مثل ما بتكون بس انه نظم حياتي ماشي الحال ماني من النوع اللي بيوعى بحط سيجاره بتمه وبيمشي انا بالنسبه لي عم دخن عادي بعرف كيف استعملها مثلها مثل غير شيء يعني اللي بده يشرب كاس بالليل ينبسط في دخن سيجاره يضر حاله اقل وينبسط اكثر وما يفوت بمرحله ستريس او زعل او شيء هيك يعني صراحه ما بهمني شو بدكم تقولوا لانه هيني طالع على التي في وعم بقول اني بدخن يلي بيجي يقول حشاش وما طالع من عمره شيء او مدمن او شيء هيك انت كل يوم بتوقع بتشرب فنجان قهوه ليقلع نهارك انا ما بدي شيء ماشي حالي بدي سيجاره بس لروق اخر شيء اخر الليل ورخى اعصابي أكيد ضد تشريع الحشيش إدمان على المدى الطويل تأثيره النفسي سيء جداً الانحلال اللي بتساعد بانتشاره نحن بيغينا عنه بالنسبة لقلي اللي بيدخن حشيشة مريض صراحةً بده مساعدة هو بحاجة مساعدة فقط لا غير لازم يقتنع أنه هو بحاجة مساعدة نآمن أنه نحن بس نكون ضعاف لازم حدا يساعدنا لازم نشوف طبيب مش أنه نحشش أو نهرب هاي هاي بزعل اذا قلنا حشاش ليه بدي ازعل طيب بزعل اذا قلت لي تعجي او شيء بزعل عليك مش علي لانه انت ما انك عارف تميز بين الحشيشه والمخدرات قد صار لك بتدخن حشيش 4 سنين كيف ذاكرتك تمام ما بقى شيء الحمد لله امورك النفسيه كيف كتر خير الله مبسوط اكثر واحد قد ما بدك طب فيني اسالك اكثر عن صحتك النفسيه اذا قلت لك انت زاير طبيب نفسي من قبل زاير كذا مرة أنا وصغير وأنا وكبير وبإرادتي أنت برأيك إنه الحشيش عم يفيدك أكثر ما يفيدك مثلاً طبيب نفسي يعالجك من هالأشياء؟ هلا أنا ما عم بتعالج بالحشيش مش عم بعالج نفسيتي بس عم تهرب أنت ليه قررت هيك؟ ليه؟ أنت قل لي شو شعورك بيكون وقت تحشش؟ بس تعصب بتولع سيجارة بتضحى أوكي أنا بالليل بدل ما أروح أشرب كاس خيي بس نحن مجتمع شرقي أي شيء إكستريم يعتبر غلط اللي بيشرب كتير منقول عنه سكرجي اللي بيدخن كتير منقول عنه غير صحي يلي بيحشش منقول عنه حشاش ما انا كلمة غلط بالنسبة لشخص مثلك اما بالنسبة لأطفال بالنسبة لمجتمع بالنسبة لرأي عام اكيد هذا شيء كتير غلط شيء كتير انحلال طيب. اخلاقي ليه 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 الالكول خيي هو بدر اكتر من الحشيش ليه هيدا الشيء بده يكون ليجل والحشيش غير شرعي انا ما بدخن الا بالليل عرفت بيمشي نهاري فل عادي اذا ماني مدخن وبنام عادي وبوع عادي هاي بالنسبه لإلك بس كم شخص بحشش قادر يوصل للاستابيليتي اللي انت فيها قادر يوصل للوعي اللي انت واصل له انك انت بس بتعتمد وقت بدك تنام بدل المنومات فينا نعتبرها فيك تستعملها تتعاطى لا تتعاطى وفيك تستعملها كطريقه طبيه وانت شو بتستعملها انا بستعملها تنام مدخن شي مرة كيف كانت إذا إيه إذا لا ليه بعد ما جربتها مدخن جربتها مرة عندي معارف حشاشة بالشام كانوا ما عجبتني المود اللي كنت فيه الضياع اللي صرت فيه البلادة اللي صرت فيها لك يمكن دخنت أكثر ما بتحمل عرفت وبعدين ليه قلت لي عندك معارف حشاشة هيك بطريقة انه مثل كأنه هيك عم تستوطي حياته لا بس بحب احكي الاشياء مثل مسميات الحقيقية ما بحب اضحك على حالي بس خلص بس معرفاتك ولا لا لك في نوع من الاشخاص على الادمان ما بفضل انه يكونوا اصدقائي او اصحابي بفضلهم يكونوا معارف ما اكتر بتحس بيوم حتوقف؟ لا ليه؟ لأنه أنا ما بدي في وقف بس بدي موقف كذا مرة عرفت علي كيف وكانت كثير هينة شو صار أعراض جانبية وقت أنت وقفت حشيش؟
ما صار شيء عادي، بس خف أكل شوي لأنه بطلت تفتح نفسي على كل شيء. عرفت علي كيف؟ وهي بس ما صار أي مضاعفات نفسية كاكتئاب ك ليه بدي اكتب يعني شو بدي أثر فيه أنا إذا ما دخنت؟ إذا أنت عندك كآبة، في كآبة بحياتك ورحت صرت تدخن ووقفت حتكتئب. عرفت علي كيف؟ يعني هلا أنت طلعت إنه إذا شرعوها واشتغلوا على الموضوع شيء بيفيد ما بدك؟ طبياً إيه. واجتماعياً؟ لا، يعني اقتنعت معي إنه الحشيش نوعاً ما مضر شوي أو مضر للمجتمع. وحلك شغلة واحدة، كل شيء بالزايد بالمعنى ناقص. أوكي. كيف؟ شو ما تعمل كتير، يعني إذا بتنام كتير عم تأذي جسمك، إذا بتوعى كتير عم تأذي جسمك، عطول بيكون في بالانس بالحياة.